إذن مشاهدينا، حتى الآن تنضم معنا الضيفة فرح مراد من دبي، محللة أسواق في مجموعة إيكوتي. أهلا بك معنا يا سيدة فرح. أبدأ معك من بيانات التضخم الأمريكية التي سجلت قراءة أكبر من توقعات الأسواق، ماذا يعني ذلك وكيف تقيمين اليوم واقع الاقتصاد الأمريكي؟ تفضلي. يعني نحن عم نحكي عن إصدار بيان مهم من بعد جمعة أو سلسلة من البيانات اللي كانت عم تبلش تفرجينا تراجع في النمو، عم تفرجينا تراجع في التضخم، وكنا عم نبلش نشوف الأسواق عم بتسعر يمكن تحول كبير جدا في أساسيات الاقتصاد في الولايات المتحدة. فرجع شوي عطانا بالانس الأسواق، رجع فرجينا أنه مثل ما كان يمكن العديد من المتحدثين الفدرالي عم يحكوا انه بعد ما عندنا الثقه الكافيه، هالبيانات عم تعطينا صوره فعلا مستدامه لتراجع التضخم، لتراجع النمو، لازم نحن نكون في انتظار بيانات جديده. ان كنا عم نحكي حتى عن السي بي اي او عن مؤشر التضخم الاساسي، كمان جاء اعلى من التوقعات 3.8، ونظن كما نرى في التقرير انه التضخم الرئيسي لا يزال بسبب اسعار الطاقه، بسبب النقر، وبسبب كمان السكن والإيجاد. فهدول كمان الأمور التي تبدو مستعصية في بيانات التضخم. طيب التضخم الآن وبعد هذه التغييرات الغير واردة بالاقتصاد الأمريكي، كيف ستلقي بظلالها على الاقتصاد بشكل عام على العالم؟ يعني ما تداعياته؟ هل يميل للسوء أم للإيجاب؟ يعني هل احنا نكون عم نتوجه لتقليص الفائدة أو لا؟ أظن أنه كتير صعب، مع أنه نحن عن جد بفترة حساسة ونرى العديد من التحركات مرات ما عم تكون منطقية وعم تكون كتير عم تسعر أي خبر عم يدفع فيه على الأسواق. ولكن مثل ما كنا عم نقول، أظن الجملة المفيدة هي اللي قال الفيدرالي، قال نحن بعد ما في عنا الثقة الكافية بأنه التضخم فعلا تحت السيطرة أو عم يتراجع بالطريقة اللي نحن متوقعينها، على الرغم من البيانات السلبية اللي كانت عم تصدر كمان في الأسبوع الماضي، اللي كنا عم نبلش نسعر يمكن نتوجه لتخفيض أسعار الفائدة أبكر بكثير من التوقعات السابقة. ولكن أظن أعاد يمكن بيانات التضخم يوم أمس نوع من تسعير مؤخر أكثر لتقليص أسعار الفائدة. لا نظن أننا قد نرى هذا الشيء في الاجتماع المقبل. السيناريو لا يزال مثل ما كنا عم نشوفه قبل أسبوع من البيانات السيئة في يونيو. نعم. هو السيناريو الحالي الرئيسي. نعم. طيب السيدة فرح، يعني هو الاجتماع المقبل للفيدرالي سيكون في حزيران أو يونيو، لكن بهذا هل ستشهد أي خفض مرتقب للفائدة؟ يعني ما أبرز المخرجات المتوقعة؟ هو صح، هو اللي متوقعينه انه في شهر حزيران نكون عم نشهد اول تقليص للفائده، ولكن كان بسبب هالبيانات اللي عم تصدر لا كنا عم نبلش نتوقع حتى تقليص اسرع من حزيران لاسعار الفائده. يبدو انه رجعنا الاسواق تستعد بطريقه يمكن اكبر بكثير انه نكون عم نتوجه لتقليص مبدئي او اولي في بدايه الصيف. هلا كمان اظن ان نكون احنا عم نطلع وعم نناقش بس السي بي اي، هو امر كمان عم نحد من البيانات المهمة اللي لازم يكون عم يراقبها الفدرالي، خصوصي إذا بدنا نلاحظ أنه الفدرالي بهمه كمان الضغوط التضخمية من ناحية الاستهلاك أكثر بكثير من الأمور الأخرى. فالسي بي آي مرات معقول يكون عن جد منه المؤشر الرئيسي اللي رح يهتم فيه الفدرالي. ليش؟ لأنه المؤشر بفرجينا قديش في عنا ارتفاع أو تراجع في الأسعار، بالوقت يمكن مرات معقول يكون هالارتفاع نابع مش بسبب الاستهلاك أو الطلب المرتفع، ولكن يمكن من ناحية الإنتاج، سلاسل التوريد، ضغوط يعني من ناحية الإنتاج اللي عم تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالوقت اللي البنوك المركزية والفدرالي تأثيرهم الرئيسي والمباشر هو على الاستهلاك، هو على تقليص الاستهلاك. وإذا بنشوف بيانات مثلا التضخم في الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تراجعت بشكل جيد، كانت من أحد البيانات اللي خلتنا نبلش نسعر يمكن تقليص أسرع. هلا اللي لازم نتوقعه واللي لازم ننطره، خصوصي أنه اليوم عم نشوف الأسواق عم تاخذ نفس شوي في انتظار بيانات جديدة. أظن يمكن مبيعات التجزئة مهمة جدا، نكون عم نشوف بياناتها يوم غد، كمان في عنا مطالبات البطالة يوم غد، لازم نكون عم نشوف قديش عم تجي أعلى من التوقعات أم لا. عنا بيانات لا. العمل مهمة جدا كمان قبل ما يكون في عنا فكرة أوضح إذا رح نكون عم نتوجه لتقليص أسرع من حزيران، ولكن يبدو بداية الصيف هو سيناريو الحالة الرئيسية إلى الآن. طيب إذا ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ يعني كيف تتأثر ببيانات التضخم الأمريكية؟ يعني ماذا عن اليورو؟ كيف سيتعامل مع هذه الأزمة؟ هلا اليورو هو من اكثر يمكن الاصول اللي فينا نعتبرها اوروبيه اللي رح تكون عم تتاثر، ولكن الاسواق اغلقت مثلا يوم امس على ارتفاعات جيده، مؤشر داكس كان عم يرتفع بشكل جيد قبل حتى البيانات ما تصدر، اليوم كان في عندنا نوع كمان من
الأسواق كانت كمان بعدها في انتعاش. أما اليورو بطبيعة الحال البيانات اللي صدرت يوم أمس من بعد بس ما كنت عملك هو يمكن التأثير الأكبر، وهالفولاتيليتي العالية كان بسبب أنه جاء ليكون معاكس لسلسلة من التقارير اللي كانت عم تفرجينا تراجع في التضخم تراجع في النمو، فرجع إجا عامل شاك، ومشان هيك كنا عم نشوف هالتحركات الكبيرة ارتفاع في عوائد السندات مما يعني ارتفاع على الدولار الأمريكي، وبطبيعة الحال كان عم يضغط شوي على اليورو. ولكن بنفس الوقت بنلاحظ العملات بشكل عام تحركاتها عم تكون الفولاتيليتي فيها نوعا ما اقل من الاصول الاخرى. يبدو انه المستثمرين يمكن بالوقت الحالي ناطرين، لانه كلنا بحاله تاهب، كلنا بدنا نشوف البيانات وين بدها تودي، مين راح يكون عم يتوجه لتقليص الفائده من قبل البنك المركزي الاخر. فيبدو انه الاصول الاخرى في الاسواق كمان كانت عم تتعرض لفولاتيليتي اعلى من العملات. طيب أنتقل معك يا سيدة فرح إلى أسواق الطاقة. يعني أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في العام الحالي والعام المقبل 25. طيب كيف تتأثر أسعار النفط في هذه أو في ظل هذه الأزمة؟ الخبر إذا ما ناخده يعني كخبر لحاله المفروض كان يؤدي إلى انتعاش في أسعار النفط. الأمر الآخر اللي منلاحظه كان في عنا العديد من الأخبار اللي مبدئياً كانت عم تشجع كمان حتى المتداولين أو المضاربين أنه يبلشوا يشتروا النفط، إن كنا عم نحكي عن مثلاً تقليص الإنتاج من أوبك، إذا كنا عم نحكي تقليص الإنتاج من روسيا، إذا كنا عم نحكي عن مخاوف الجيوسياسية في البحر الأحمر. ولكن اللي منلاحظه حتى على التشارت أي خبر المفروض يكون عم يدعم أسواق أو أسعار النفط منلاقيه نوعاً ما قصير الأجل، ونوعا ما لو شو ما كان الخبر بنرجع بنلاقيه كان بس مكان جيد لنرجع نكون عم نبيع فيه اسعار او عم نقوم بشورتنج بوزيشن تبع اسعار النفط. فهذا شوي بيعطينا صوره متناقضه من بين هالتوقعات المرتفعه لارتفاع الطلب في المنتصف العام القادم، وكمان البيانات السلبيه اللي عم تجي كمان بشكل مباشر من الصين، الانتعاش فيها يبدو انه متراجع على الرغم من كمان التوقعات في ارتفاع كمان النشاط الاقتصادي، التوقع في ارتفاع الطلب على النفط من الصين يرتفع. اذا بدنا نشوف كمان الولايات المتحده مخزوناتها شو عم تفرجينا، عم تفرجينا نوعا ما هي في مكان اسعاره منطقيه، اسعاره كمان على مقارنة بالخمس سنوات نوعا ما الأفريج. فنظن أنه في المستويات الحالية هي مستويات منطقية، تحركات جانبية هي سيناريو الحالة الرئيسية في أسواق الأسهم. أي خبر قد يدعم أسعار النفط ببيك بارتفاعات سريعة وما منشوف تأثيره على الأسواق بشكل مباشر قد تكون فرصة فقط ليمكن جني أرباح من التراجعات في أسعار النفط. طيب إضافة إلى هذا S&P توقعت أن أوبك بلس قد تمدد تخفيضات إمدادات النفط في نهاية 24. في هذه الجزئية ما تعليقك وكيف ترين مستقبل النفط وإن كان متناقض وسريع؟ هلا وقت نكون عم نحكي عن أوبك بلس بنكون عم نحكي عن اللاعب الأهم في أسواق الأسهم، نعم. في أسواق النفط، وطبيعة الحال في عنده هو القدرة الكبيرة جدا ليكون مثل ما نقول artificially أو عم بيحرك الأسعار بطريقة اصطناعية. فتوجههم العام يبدو إلى تقليص الإنتاج، يبدو أنه هذا السيناريو الأفضل للعديد من الدول في منظمة أوبك. يبدو أنه روسيا يمكن عندها يعني موافقة على هذا التقليص، ولكن في حديث لبوتين في الأيام الماضية أظهر شوي خوفه من أنه يكون حجم يمكن إنتاج النفط الروسي مقارنة في الدول الأخرى قد يكون أقل، قد يؤثر كمان على اقتصاد الدولة. فأهم شيء يمكن من أهم الأمور اللي لازم نكون عم نلاحظها في أوبك بلس واجتماعاتهم، هل في اختلاف في الأسواق؟ هل في دول معينة قد تختلف في الصورة العامة اللي عم تتوجه لها المجموعة؟ هذا أول أمر لازم نكون عم نراقبه، خصوصي ما بين الولايات ما بين المملكة العربية المتحدة وروسيا. والأمر الآخر طبعا الولايات المتحدة اللي بهمها تكون عم تقلص الأسعار اللي عم تتوجه إلى نعم. انتخابات في هذا العام، نعم. والكارت الانتخابي الأهم هو قديش قلص التضخم وقديش قلصوا أسعار النفط، قديش قادرين يكونوا عم يقنعوا كمان. طيب سيدة فرح، ما إن قررت أوبك بلس تمديد التخفيض الطوعي كيف سيؤثر هذا على سوق النفط؟
يعني بطبيعة الحال رح يكون عم يدعم الأسعار لفترة أطول، ولكن أظن أنه بهو دعم artificial مثل ما كنت عم قلك، والأمر الآخر قد يحفز الدول الأخرى خارج هذا القطاع أنها تكون عم ترفع إنتاجها أكثر. فكمان في مخاوف من الأمر، في مخاوف أنه مش كل دول الأعضاء يكونوا محافظين على رأيهم في تخفيض الإنتاج، ولكن إذا مشي مثل ما هو طبيعة الحال رح يكون عم يدعم الأسعار. طيب ماذا عن الذهب؟ يعني عادة ما كانت أسعار الذهب تتحرك بعكس الدولار ومعدلات الفائدة، لكن اليوم نرى المعدن الأصفر مرتفع في وقت ما زال فيه معدل الفائدة مرتفع أيضا، يعني ما سر هذا الارتفاع للذهب برأيك وهل سيستمر؟ الارتفاع للذهب صراحة يمكن ياخذ وقت كثير، ففيك تقطشيني محل ما بدك. هلا فعلا اول ما نكون عم نبلش نحن باسعار الفائده او برفع الفائده توجه المستثمرين اكثر الى الدولار، الى عوائد السندات كمان بسبب العائد الافضل. ولكن بنلاحظ تاريخيا من بعد حتى 100 جلسه من بدايه رفع اسعار الفائده، نحن عم نحكي لسنتين لورا، من بعد 100 جلسه بالعكس تنتعش اسعار الذهب. ومرات كمان لازم نتذكر انه مش بس الذهب هو ملاذ امن، ولكن الدولار ملاذ امن. فعلا في علاقه مباشره، لانه بالنهايه الذهب بيسعر في الدولار، ولكن مرات كمان بيرتفعوا او بيلحق الذهب الدولار في ارتفاعاته في حال كان عندنا مخاوف في الاسواق مثل ما كنا عم نشهد في السنوات السابقه. حتى خلال فتره كورونا وانهيارات كورونا كان في عندنا طلب على الكاش على الدولار، لانه اول شيء بدنا نصفي يمكن البوزيشنز تبعونا بنكون عم نتوجه الى طلب الكاش، ولكن من بعدها بنرجع نتوجه الى ملاذات امنه اخرى وبيصفع كمان نجم الذهب. هلا هالبوست السريع اللي كنا عم نشهدها في ارتفاعات الاسعار خلال هذا الشهر او الشهر الماضي كان شوي غريب، خصوصا اذا بنلاحظ انه الصناديق الاستثماريه الكبرى ما كانت عم تتوجه لشراء الذهب بشكل كبير، كان عم نشوف تدفق الى البيتكوين مثلا، ولكن الذهب ما كان في عندنا هالتدفق الكبير، وعديد من الهيدج فاندز كانوا عم يتوقعوا تراجع اسعار الذهب. في عندنا العديد من العوامل، طبعا تراجع الدولار، يمكن البنوك المركزيه حول العالم توجهها لاسعار لشراء الذهب عم بفيد هيدجينج، خصوصي في الوقت اللي كان عندنا الاسهم في مستويات قياسيه، فالمستثمرين عم بيحاولوا يعددوا في محفظتهم الاستثماريه، فبيتوجهوا كمان الى كمان تحوط في الذهب. الامور المستقبليه، مع انه هلا الاسعار وصلنا الى ارتفاعات، اظن من المهم جدا مراقبه اليابان لنشوف شو عم يصير باسعار الذهب، خصوصي بنتذكر نحن مش بس الدولار والذهب كانوا ملاذات امنه، ولكن الين الياباني كان من الملاذات الامنه يلي نسيته الأسواق نوعا ما هذا العام بسبب السياسة المتساهلة جدا من بنك اليابان. ولكن يبدو في عنا حديث شوي عن تغير في السياسة، توقع بأنه مش بس يكونوا عم يتحكموا بعائد السندات، ولكن قد يتوجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة. رفع أسعار الفائدة قد يعني خلل في النظام العالمي، خصوصي أنه قد نرى العديد منهم يبيعوا سندات الولايات المتحدة ويرجعوا إلى سندات. طيب ما إمكانية أن اليابان أن تتوجه إلى رفع سعر الفائدة؟ مثل ما بيقولوا sooner or later سيضطروا إلى تغيير السياسة. يبدو الحوار الحالي في ما يتعلق بارتفاع الأجور، هذا السيناريو الأهم اللي نكون عم نراقبه. في حال توجهنا إلى رفع الأجور قد نرى توجه أقرب إلى رفع أسعار الفائدة، وأظن هذا أمر قد يدعم الذهب أكثر. طيب بذكر البيتكوين، يعني أنتقل معك إلى أسواق العملات الرقمية. يعني البيتكوين تعزز مكاسبها فوق الـ 72 ألف دولار بدعم من قرارات بريطانية، يعني هل ستستمر العملات المشفرة بالانتعاش؟ لماذا هذا الانتعاش بالأسواق الرقمية بالحين أنه الدولار بالواقع يصعد؟ هلا كنا عم نحكي عن الموضوع، اذا بدنا نحكي عن الدولار بدنا نقارن الدولار بما يحدث في البيتكوين. طبيعة الحال عم نشوف توجه اكبر واكبر، ان كنا عم نحكي عن الافراد او حتى عن الشباب، يعني هيدي اللهجه اللي عم نسمعها الداعمين للبيتكوين، على انه انا ثقتي في العملات الكلاسيكيه وثقتي في البنوك المركزيه تتراجع. وكنا عم نشوف حتى هيداك العام كان في عندنا اخفاض للعديد من البنوك كمان وافلاسه، والمخاوف لا تزال موجوده في هذا العام. وكمان من الامور الاساسيه لمتداولي ومستثمري الاصول المشفره لازم يتابعوا شو عم بيصير في المصارف.
أي مشاكل في القطاع المصرفي قد يؤدي إلى ارتفاعات وتوجه جديد إلى البيتكوين. في ظل كمان صرنا نحن عم نحكي عن صناديق استثمارية، صرنا عم نحكي عن البيتكوين كأصل معترف فيه أكثر بكثير مما كنا عم نحكي عنه في العام الماضي، أدى إلى تدفقات إلى الصناديق الاستثمارية بشكل كبير، عم يدعم الأسعار. عنا العديد من الأمور اللي كانت عم تدعم سعر البيتكوين أيضاً أكثر حتى من الذهب. طبعاً ضعف الدولار شوي في الأسبوع الماضي كان عم بيؤدي إلى الارتفاعات على أي أصول كمان تساعد في الدولار، ولكن كمان في دورة البيتكوين في أبريل، نعم، منتصف شهر أبريل في عنا كمان الهالفينج الذي قد كمان يؤدي إلى ارتفاعات اللي عم نشهدها بالوقت الحالي ويدعم الارتفاعات اللي عم نشهدها في الوقت الحالي. طيب بشكل عام، عذراً لمقاطعة فرح، بشكل عام هل العملات الرقمية لها مستقبل مؤمن؟ لماذا هذا الدعم لها في هذه السنوات؟ يعني عم تسأليني إذا مؤمن عن أصل ما عنده يمكن تجارب تاريخية طويلة الأجل وأصل جديد نوعا ما، نعم. فأظن أنه له مستقبل كبلوك تشين أكثر من أنه يكون أنا عم بستثمر بعملة معينة، ولكن طبعاً صار البيتكوين نوع من الأصول المشفرة اللي تعتبر مثل الذهب. يعني في الأصول المشفرة البيتكوين هو كأنه الذهب للأصول المشفرة. ففي ظل الوقت الحالي، في ظل مثلاً ارتفاعات قياسية على الأسهم، تراجع عوائد السندات، الذهب في مستويات قياسية، الدولار يتراجع، قد يتوجه المستثمرين إلى البيتكوين لأنه في عنده فيوتشر، في عنده مستقبل نمو كبير جداً، نعم. قد يدل إلى عائد مرتفع جداً مقارنة في الأسواق الأخرى. وكمان إذا منلاحظ مثلاً قديش حجم السوق بالوقت الحالي مقارنة في حجمه وقت كنا عم نوصل إلى مستويات تاريخية سابقة، نحن هلأ كمان صرنا بفوليوم كبير جداً، بيدعم قديش بيثقت للناس فيه. ولكن هل بقول لك بيعي كل شيء واشتري بيتكوين لانه هو راح يكون عم يرتفع اكثر؟ لا، اظن انه هيدي نصيحه جيده، نعم، من اي شخص. ولكن التعدديه ان نكون عم نبلش نطلع عليه، خصوصي بسبب قديش صار في عنا صناديق استثماريه مصرح فيها كمان لتداول البيتكوين، طبيعه الحال اظن انه قد يكون من الاصول المثيره للاهتمام خصوصي في عام 2024. طيب، اذا محللة أسواق في مجموعة إيكوتي فرح مراد من دبي، شكرا جزيلا ولكل ما تفضلت به.